كوره معايا الاول كده قبل ما اخش في الدوري الانجليزي. انا كنت النهارده كاتب تويتر، الدوري الانجليزي ده حاجه كده مفرحه مبهجه، تحس انك منتشي، تحس انك مودك حلو، تحس انك عندك طاقه ايجابيه، كل حاجه حلوه في الحياه اول ما الدوري الانجليزي بيبدا. بس انا اخش معاك في الدوري الانجليزي النهارده كنت بتكلم في موضوع خطير جدا، يعني الناس قريتوا عنوان كده وعدته، انه في انجلترا بيفكروا يلغوا ضربات الراس. عدى عليك الموضوع ده؟ لان هم يعني في مرحله الناشئين كانوا المفترض ان هم بيدرسوا فكره ان هو اصلا تتلغي التدريبات بتاعه الراس دي في مراحل الناشئين تماما. صح. علشان يعرفوا اذا كان الموضوع فعلا ممكن موضوع يؤثر. مرض الخرف بالظبط ممكن يؤثر ولا لا. صح. بس في النهايه يعني هي لازم اساس من الكره، يعني الكرات العرضيه، يعني انت النهارده بتتكلم مثلا عن واحد زي داروين نونيز ده لا انت فاهم، تتخيل في كره جايه لها كده هتفوتها لحد ما تنزل على رجلك مظله قوي، وهالاند كده خلاص جوارديولا هيطلع يقول لهم انتوا نصبتوا عليا بعد ليفاندوفسكي الراجل يعني الراجل هيعمل ايه بعد كريستيانو رونالدو خلاص كده هيعتزل مثلا. فالدنيا فتهيأ لي يعني ان هم اعتقد يعني لسه لما نشوف هيحصل ايه، بس اعتقد ان هم ممكن مثلا هيبتدوها من سن معين. هم انجلترا فعلا بدأوها من سن 12، قال لك 12 هنجرب موضوع ان ما يبقاش فيه ضربات راس لا في التدريبات ولا في المباريات، نشوف نفعت ولا ما نفعش. لو نفع هنخليها بشكل رسمي السنه اللي بعدها. رسمي دي معناها ايه؟ انه لو الكره جت في دماغك تبقى زي لمسه اليد كده، لو تبقى مخالفه بقى خلاص. بس انا بصراحه ما اعتقدش برضو ان ده هيبقى على مستوى البريمير ليج، يعني اعتقد ان ده هيبقى على مستوى بالظبط الشباب والناشئين، بحيث ان هي دي مثلا الفتره اللي بيبقى فيها مراحل تكوين الجسم. فيبقى عايزين اكيد ان هم يحافظوا برضو على بس هو برضو اللي مخليني برضو شاكك، يعني انا لما كنت بقرا النهارده وبجهز الحلقه في الموضوع ده انا كنت شاكك، قلت لا صعب زي ما امير كده اللي هو مستحيل. بس لما تيجي تقرا بقى التقارير والحاجات اللي عملوها والاختبارات والتفاصيل دي يقول لك لا الناس دي ما بتتحركش. هيجي يقول لك ايه صحه البني ادم عندي اهم من كره القدم اصلا، ما تلعبوهاش، انا عايز الناس تبقى عايشه. فيحسسك برضو انه ايه لا في خطوره ما انه الناس دي ممكن تصدق الموضوع، يقول لك لا ملاش بقى ضربات راس خالص. وارد يعني، بس هو نسبه يعني ما احنا برضو يعني نشوف القرار ده يعني قرار ليه منطق ولا ملوش منطق لما نشوف النسب ونشوف وندرس الموضوع ده بشكل مفصل يعني وبشكل دقيق. بس هو يعني انجلترا كده معروف عنها ان هي في حته والعالم كله في حته برضه، هم عندهم حته الاختلاف دي. صح. يعني بيقصدوها كده وبيطلعوا بيها، يعني فكره ان كره واحده اللي بتلعب بيها ماتشات البريمير ليج ليه هم غيروها دلوقتي. بس يعني الموضوع غريب الصراحه، وده هيبعدهم عن بقيه العالم، ومستحيل ان الفيفا او الاتحاد الاوروبي يطبق كده، فده هيبعدهم عن العالم ويخلي خططهم كلها قايمه على اللعب بالرجل. فده يعني مش عارف، حاسس ان سلبياته اكتر بكتير قوي من ايجابياته، الا اذا لو في منطق للموضوع ده وفي احصائيات بتقول عن لعيبه كوره حصل لها بعد الشر يعني الخرف او اي امراض تانية من لعب الكوره بالراس يعني.